غريب، فكر في موضوع البيت ده علشان خاطري. الكلام ده منتهي يا خليفة، غير الكلام ده. انت بتعمل معايا كده ليه؟ نصيبي وانا حر فيه، انت مالك ومالي؟ حر ازاي؟ لما تتصرف غلط يبقى لازم انا اقول لك وتسمع كلام اخوك الكبير. اخويا الكبير مش همه غير مصلحته وبس. مصلحتي ايه؟ لاني بحافظ على الدار، بنفذ وصيه ابوه. الكلام مالي شعاسه. يعني عايز تحافظ على الدار واخوك؟ لا، اخوك اللي ممكن يموتوه في اي لحظه عشان تلعب في البيت لوحدك. العب في البيت لوحدي؟ بقول لك ايه يا خليفه، انت كده بتغلط فيه. بكفاياك بكفاياك. عايز اقول لك على حاجه، انا وقفت قدام العمدة عشان الدار دي، وهقف قدام اي حد عشان الدار، ومش هتتاخد الا على جدتي. وانا اللي كنت فاكرك هتقف جنبي وتساعدني، لكن طلعت اناني وما بتحبش غير نفسك. اناني؟ ما بحبش غير نفسي؟ فيش تمة تانية تقولها لاخوك؟ خلص الكلام ما بيننا يا غريب. نصيبي في البيت هبيعه، وانت بقى اعمل اللي انت عايزه، حتى لو وصلت انك تقف قدامي بالسلاح. اقف يا اخويا. لا، انت فاهم غلط يا خليفة. انا ما اقفش قدام اخويا، لان انت الوحيد اللي المفروض اديله ظهري، وانا مطمن. انا ممكن اعدي لك اي حاجه، لكن الموضوع يوصل انه يبقى في خطر عليا وعلى بنتي وعايز نسكت، اهو ده اللي ما عدوش ابدا. حقي وهاخده منك بالذوق بالعافيه، هاخد حقي.